مع تزايد العدوان على مدينة رفح وتصاعد النبرة الإسرائيلية بشأن مخططات التهجير، ورغم كل المعاناة التي يتجرعها النازحون هنا في هذه المدينة المحاصرة، إلا أنهم يرفضون بشكل قاطع كل مخططات التهجير ويؤكدون ثباتهم وصمودهم في هذه الأرض مهما كانت التضحيات. احنا بنقول للعالم كله انه احنا التهجير هذا بنقبلش فيه، 48 مش حتنعاد تاني. الشعب الفلسطيني له قضية وبحافظ على قضيته، ولو ضربوا شايف السور هذا لو انضرب اوعى تفكر حنتجه عند المصريين، كلنا حنتجه للشمال بصدورنا وبولادنا، لو ضحينا لاخر ولد بولادنا حنرجع، احنا حنتجه لغزه وباذن الله حنرجع لغزه. اوعى تفكر انه احنا حنسيب شبر من اراضينا او حنرجع 48 تاني، احنا هنا اولادنا اطفالنا هذولا، اوعى تفكر الاطفال هذولا في عقولهم وبدمهم، اوعى يفكروا اليهود انهم لحظه هذولا نسيرهم، هذولا بيكبروا علشان بكره ياخذوا حقهم وحق جدودهم ورجعوا اراضيهم ورجعوا 48 ويرجعوا يافا وحيفا وعكا، كلهم هذولا الاراضي هذه حترجعها. لو على اخر قطره دم فينا مش طالعين من غزه، وين نروح في سيناء؟ ايش نروح نعمل فيها سينا؟ احنا قاعدين في بلادنا مهاجرين على المنطقه الحدوديه على خط فيلادلفيا، واحنا في بلادنا مش ملاقيين ناكل ونشرب، احنا نروح على سينا ايش نعمل؟ احنا ضايلين هنا، بدنا نضلنا هنا في العراء، في الخلا، في غزه بدناش نطلع، هذه ارضنا وارض اجدادي وارض اولادي كلهم، وين اروح؟ ورغم المعاناة التي يتجرعها هؤلاء الأطفال خلال النزوح، إلا أنهم أيضا يشاركون الكبار في حفظ أمانة هذا الوطن. مرح إحدى هؤلاء النازحات التي نزحنا من غزة مع عائلتها وتجرعت معاناة كبيرة بفعل الاحتلال. إحنا رح نرجع لبيت حنون ورح نعمرها ونسويها ورح نبنيها حجر حجر، ورح نقعد فيها ورح ناخذ حقوقنا من عينين اليهود ودمروا. لا بنخافش ولا عمرنا بنخاف، حتى الصواريخ اللي بيطلعوها مش هم اللي بموتونا، ربنا اللي رايدي هو نستشهد ولا لا. واحنا كمان لما لو بدهم يجوا هنا على الجنوب، احنا مش رح نرجع على الجنوب، احنا رح نروح على غزه، ولو بدنا نموت لو واحد فينا لو كلنا بدنا نموت برضه رح نرجع على غزه. هذه أرضنا مش رح نتنازل ولا حفرة عنها، ورح نضلنا صامدين فيها مش رح نتنازل عنها ولا يوم. رسالتنا إنه إحنا مش هنسيب أرضنا، وهذا رمل أرضنا مش هنسيبه، لو بدنا نموت في أرضنا أحسن ما نموت في أرض غيرنا، وإذا هذه أخدوها إسرائيل هتبطل أرض فلسطين، هتصير أرض إسرائيل، وإحنا ما بنتخلى عن أرض فلسطين. أناديكم وأشدوا على أحمد غانم، غزة، الميادين.